بما اننا كنا بنتكلم من شويه مع فاروق على اصحاب الفتن والمشاكل، خلينا نبدا اصحاب او نبدا الرد بفقرتنا الاولى، حائط صد على اصحاب الفتن والمشاكل. الحقيقه انا قبل كده او خلال الفتره السابقه واتكلمت وقلت كذا مره ان طول ما النادي الاهلي ناجح وبيحقق بطولات ومستقر لازم هتلاقي محاولات للتشويش والتشويه، وهتلاقي ايضا محاولات لهز استقرار النادي. يعني مثلا امبارح احد البرامج جايب ضيف شاب صغير بيتكلم عن النادي الاهلي، طبيعي مفيش مشكله، ويقول كلام ما حدش يصدقه الحقيقه، يعني حتى لو حد ساذج بيسمع هذا الكلام ما حدش يصدقه. ولكن نوضح، يعني هنا انا مش بصادر على رأي حد، كل واحد يطلع يقول اللي عايزه، ولكن ده مش رأي، ده بيقول خبر، وعندما تقول خبر روح للنادي الأهلي ومصادره الرسمية، ما ينفعش تقول معلومة مضروبة أو موجهة ومعروف الهدف من وراها إيه. يعني لما تطلع تقول إن في أحد الأندية لاعب اشتبك مع إداري هصدقك أنا؟ يعني هو قال في النادي الاهلي لاعب اشتبك مع اداري، انا شفتها بتحصل في انديه اخرى او سمعت طبعا وعرفت من مصادر كتير، لكن عمر ما ده يحصل في النادي الاهلي. يعني لما تيجي تضرب خبر زي ده وعايز تقوله في برنامج على الهوا معناها حاجه واحده فقط، ان انت عايز اسمك يتردد. انا مش هقول الاسم طبعا، وكمان اكيد عايز تعمل اشتباك مع جمهور النادي الاهلي، ولكن جمهور النادي الاهلي عاقل وعارف تقاليد النادي الاهلي ونظام العمل داخل النادي الاهلي، فبالتالي هي محاوله فاشله لاحداث هذه البلبله. عايز تركب الترند؟ انا عارف كلام عن النادي الاهلي يركب اي حد ترند، بس انت ممكن عشان لسه في بدايه المشوار مش فاهم ان الترند في الاهلي هو النجاح والانجاز وليس شيء اخر. الترند في الاهلي هو الالتزام والانضباط، الترند في الاهلي هو لوائح بيتم او بتسري على الكبير والصغير. المفروض ان القناه اللي سمحت بهذا الكلام تحقق في هذا الكلام، تشوف الكلام ده اتقال ازاي. كلام يمس نادي كبير زي النادي الاهلي كله كذب في كذب وضلال وتضليل واي كلام، ازاي يتم السماح بيه على شاشه؟ أنا مش هدي الموضوع أكبر من حجمه، ولكن بس أنا حبيت إن أنا أرده بسرعة جدا على هذا الأمر، لأنه الحقيقة هي محاولة كوميدية لصناعة الترند، ولكن بالكذب والافتراء. بالكذب أو افتراء. عشان كده أوجه نصيحتي للي طالع يرمي الكلمتين دول، أنت بتخسر نفسك وبتخسر مصداقية القناة اللي أنت ظهرت عليها، لمجرد إن أنت عايز تروج إشاعات. لانه ابسط القواعد المهنيه انك لما مثلا بتكون بتغطي النادي الاهلي بتبقى عارف ايه اللي ممكن يحصل، لكن انت ولا بتغطي النادي الاهلي ولا ليك مصدر جوه النادي الاهلي، ومعروف انت شغال مع مين وبتعمل كده ليه، فهي محاولات فاشله. وجهه نظري انا لا اصادر على راي احد، واللي عايز يقول حاجه يقولها، ولكن وجهه نظري لازم تكون حريص على شاشة القناة اللي انت بتطلع عليها. اخر حاجة هقولها، الكلام ده ممكن يحصل في اي نادي تاني مش في النادي الاهلي. اسمع الكلام ده كويس جدا، الكلام ده ممكن يحصل في اي نادي لكن مش في النادي الاهلي. يعني انا حبيت بس ان انا اتكلم بسرعة في هذا الموضوع في فقرة حائط صد.